أول حاجة بالنسبة لقانون 14 هو قانون وظيفي وليس مهني نقابي، وفيه كافة الفئات الصحية ومن ضمنها التمريض والفنيين وغيره، وبالتالي لا يجوز قانونا الاعتداد بهذا السبب. الشيء الثاني اللي احنا بنقوله، اذا كنتوا عايزين تنضموا فعلا لاسباب مهنيه، فالاتحاد عرض ان احنا نعمل كيان مهني جديد اسمه اتحاد النقابات الصحيه، وتنضم اليه كافه فئات الفريق الصحي ومن ضمنها العلاج الطبيعي والتمريض والفنيين. نتناقش بقى مع بعض في امور المنظومه الصحيه ومصالح اعضائنا ايه، ولكن لا نقترب من هذا الكيان المالي. ده الرد القانوني الثاني على الجزئيه. احنا النهارده جايين نفوض مجلس الاتحاد في اتخاذ كافه الاجراءات التصعيديه في حاله انضمام العلاج الطبيعي. احنا دلوقتي في ختام الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية لرفض الضم القسري للعلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. الضم القسري لنقابة فيها زملاء يعملوا بالخدمة الصحية، زملاء أعزاء مهنة محترمة، الزملاء المتخصصين في العلاج الطبيعي، أخصائي العلاج الطبيعي يعملوا في مهنة صحية أو مهنة مساعدة محترمة وأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن لا يمكن أن يكون معنى احترامي وتقديري وحبي لجاري أو لابن عمي أنه يدخل بيتي قصرا وياخد أوضة منه. فالحقيقة الفرض القسري لضم نقابة على نقابة أخرى منطق عجيب، منطق مرفوض، يتعارض مع النص في الدستور على حرمة المال الخاص، ويتعارض مع النص في الدستور على استقلال النقابات والاتحادات. الأستاذ الدكتور خالد فاروق العمري نائب رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب عام الأطباء البيطريين، كنا النهاردة بخصوص محاولة لتمرير مشروع قانون احنا معترضين عليه، وهو ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى عضوية اتحاد المهن الطبية، وده مرفوض باتا من جميع النقباء وأعضاء اتحاد المهن وجميع أعضاء المهن الطبية في الأربع نقابات اللي هم 650 ألف عضو، لأن ده صندوق صندوق معاشات وإعانات، تمام؟ وبالتالي أي إضافة إليه سينهار هذا الصندوق ويضر بمصالح 650 ألف عضو، وكذلك يضر بأسرهم اللي بيبلغ العدد كله تقريبا حوالي 4 مليون فرد. احنا بنقدم مطالبة ومناشدة لكافة الجهات المسؤولة بدءا من سيادة رئيس الوزراء، بنرجوه ان هو يعيد النظر في هذا القانون ويتم سحبه، وبنقدم ايضا مطالبة واضحة لزملائنا اعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب بالرفض من حيث المبدأ لهذا مشروع القانون، لانه مشروع قانون يتناقض مع حرمة المال الخاص، يتناقض مع استقلال النقابات.